بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في طاعة أولي الأمر، فصل في نصيحة الولاة. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من وال يلي إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، فمن وقي شرها فقد وقي، وهو من الذي يغلب عليه منهما. وقيل فيه: هذا الحديث ثابت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فيه الراوي أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من وال يلي، يعني يولى. وكلمة ما تأتي بمعنى الشرط، وتأتي بمعنى الذي، وهنا جاءت نفياً، ليست بمعنى الذي وليست بمعنى الشرطية. الذي يدلنا على أنها نفي جاء بعدها إلا: ما من شاعر إلا زيد. فأنت تنفي الشاعرية عن كل أحد وتثبتها في زيد. ما من وال يلي إلا وله بطانتان. لما أخبر صلى الله عليه وسلم: كلكم وال وكلكم راع، وكل راع مسؤول عن رعيته، دل على أن من كان تحته ولو اثنان يشرف عليهم ويتولى أمرهم فهو وال. لأنه قال ما من وال، ما قال صغير ولا كبير ولا يلي عشرة ولا خمسة. فلما لم يحدد وأطلق صلى الله عليه وسلم عم جميع الولاة. لا تظن أن هذا يخص الولاة الخلفاء والكبار، لا، يعم كل أحد. فيقول صلى الله عليه وسلم: ليس من وال إلا وجعل له الله له بطانتان. أصل البطانة الرجل يتخذ آخر يخصه بأموره وأسراره، يستشيره ويستعين به. هذا معنى البطانة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. ما يقصر، لا تتخذ أحد من غير دينك وملتك، لا رافضي ولا شيعي ولا صاحب بدعة، وإن لم يكونوا كفارا، قد يكون من هؤلاء من الأتباع ولا يعلم ما يضمره كبارهم. لا تحكم عليه بكفر، لكن لا تتخذ هذا.
لأنه ليس من دينك، يستحل المحارم، وله قرآن غير قرآنك. وبعض أهل البدع يعظمون مشائخهم أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبعونه ولا يتبعون النبي. فليس من العقل يا عبد الله أن تجعل أحد هؤلاء من خاصتك تسند إليه أمورك. الله حذرك وبين لك، فإن غدرت من قبله لا تلوم إلا نفسك، فالأمر منك والتقصير منك يا عبد الله. قال: إلا وله بطانتان، بس بطانة خير وبطانة شر. اختلفوا في هاتان البطانتان، أهما الوزيران أو المستشاران، أو أنهما ما يرد على القلب من خواطر، أو أنهما ملكان، ملك وشيطان. لأنه جاء في الحديث الآخر: ما من امرئ، يعني مسلم، إلا وله، إلا وكل عليه به قرينه من الجن ومن الملائكة، فالملائكة تلهمه الرشد وتبين له الحق وتقول عليك بكذا، والشيطان يغره وينهاه ويأمره بالفحشاء، فأيهما غلب هواه عليه اتبعه. وجاءت رواية أخرى صحيحة عن ابن مسعود رضي الله عنه: إن للشيطان لمة وإن للملك لمة، يعني للشيطان خطرات على قلب الرجل المؤمن، والملك له خطرات على قلب الرجل المؤمن. فما تحسه يا عبد الله من رغبة في صيام عاشوراء، وفي التوجه إلى بيت الله للطواف، وفي حضور الصلوات في أوقاتها، وفي معالجة النوم وصعوبة اليقظة فتقوم؟ هذه تأتي خطرات، وليس هناك خطرات من الملك إلا والشيطان يعقبها. ما عليك من الصدقة، وراءك أمور أنت أولى بها، لما لا تذهب إلى المسجد، الوقت بعيد وكذا. هذا كلنا يجد في نفسه هذه. ثم اعلم يا عبد الله أن الله عز وجل أحكامه لا تخرج، يعني التكاليف التي طلبت منك إعمالها أو تركها لا تخلو من أمرين: إما إيجاب واستحباب، وإما تحريم وكراهة. وفيه أمر مباح، هذه الأربع ليس واحدة منها إلا ويكتنفها الشيطان بالتثبيط والإعاقة، فإن كانت مما يحبه الشيطان ساعدك عليها. ولذا يرد على المرء أحياناً أنه يعمل المعروف فيأتي الشيطان بشواغل: أتذكر كذا؟ أليس لك غرض في كذا؟ حتى يثنيه. وإذا أراد عمل صالح كذلك الشيطان يفعله، والملك يلهمك بأمر آخر: جارك هذا ضعيف، ولعله لم يأتي بإفطار صبيته، تعهده واذهب إليه. ويأتي الشيطان يحول أن يكفك عنه. أوامر الله كثيرة: بر الوالدين، والإحسان إلى اليتامى، وزيارة المريض، وتشييع الجنازة. كل هذه أمور تأتي في القلب إلهاماً من الملك لأجل أن يوفقك ويذكرك بأمور فيها خير أنت لا تعلمها، نسيتها أو لا تعلم عنها. والشيطان يعوقك، فمن غلب هواه على هذه المرديات اتبع الشيطان، وهذا حظ أكثر الناس، سيما في المكاسب، يعني في الدنيا في الأموال. لا يتورع إن وجد أحداً يبيع سلعة وهو صغير أو غبي ويعلم أنه يخدع إلا ذهب إليه، ويعلم أن الأعرابي إذا أورد التمر أو العسل أو غيره
ويعلم أنه لا يعلم بالأسواق وليست له فطنة إلا وسعى إليه وأخبره أنه بضاعته رديئة لا تسوي كذا، وليس من عقد يعلم أن الطرف الآخر لا يستطيع أن يفعل كذا إلا ويأتيه. الشاهد أن هذه المكاسب الخبيثة أغرت الناس ولا يحبون أن يعلموا حكم الله فيها، وأكثر ما يهوونه هو هوى أنفسهم. الهوى يعني الإرادة والرغبة. إذا أردت إكرام جارك يأتي هواك هذه الساعة التي تقضيها اقضها في الشيء الفلاني، يأتي الشيطان يقول لا، ساعتك مع فلانة أو مع فلان أو مع تلك الآلة هي أحوج إليك وأنت أرغب فيها، إلى أن يثنيك عن هذه الخاطرة الطيبة. والإنسان في جهاد مع نفسه، والله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ما قال والذين جاهدوا لأجلنا، قالوا فينا. الجهاد فيه أي بسببه ابتغاء وجهه، كقوله صلى الله عليه وسلم. كلمة في قد يكون فيه إشكال عند بعض الناس، تأتي الفي للسببية كما يأتي الباء للسبب. تقول قال صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة امرأة في هرة، ودخلت النار امرأة في هرة. في بمعنى بسبب، أي لأجل أنها حبست هرة يعني قط، ولم تطعمها ولم تتركها تأكل من حشاش الأرض وخشاشه حتى ماتت، قال هي في النار. وأخرى رأفت بالقطة وحنت إليها وأطعمتها ثم أطلقتها، قالت دخلت بسبب الرحمة الجنة. فهنا والذين جاهدوا فينا، أي جاهدوا في ابتغاء مرضات الله عز وجل. المجاهدة يا عبد الله تقتضي بذل الجهد في تحقيق المراد. تقول فلان مجتهد يعني نشيط وجاد في العمل، اجتهد في القربات يعني كلف نفسه وتحمل المشاق وطلب مرضات الله عز وجل. أنت حين تسعى إلى الجمعة قد يكون المسجد بعيد وتضطر إلى استئجار سيارة أو مركوب يوصلك، دفعك هذا إنفاق في سبيل الله وتحملك طول المسافة وما تلقاه من حر في سبيل الله، هذا نوع من جهاد. وإذا لقيت امرأة حسنة إلا والشيطان يدعوك إلى النظر إليها، فإن استطعت كبح جماحك والابتعاد عن طريقها أو لا تنظر إليها هذا جهاد، لأنك تجاهد نفسك تمنعها تكفها، هذا أمر ليس بالسهل يا عبد الله، لأن شهوات النفس وهواها أمور تختلط في النفس إلى أن تثير فيها أمور يعجز المرء عن أن يكبتها إلا وتخرج منه. ترى أكثر الجرائم وأكثر ما يحصل من قتل واغتصاب وسرقات وسمر في الليل على فواحش هو فيه استقامة لكنها قليلة، وفيه إيمان ولكنه ضعيف. فيأتيه من يأتيه من أصدقاء السوء وقرناء السوء مع هوى النفس والشيطان، فيملون عليه افعل كذا، اذهب معنا كذا، تمتع، إلى أن يذهب معهم في هذه الأمور المخلة. وآخر يجاهد نفسه، وآخر يندم بعد الفعل. النادم يرجى منه خير كثير، والذي فعل ما فعل ليس بنادم بل يضحك، هذا الذي يخاف على عاقبته والعياذ بالله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، اللام جاءت جواب الموصول كأنه في حكم الشرط، أي من جاهد في حقنا وفي التقرب إلينا فإن جزاؤه أن الله عز وجل يهديه، بمعنى يوفقه
ويبين له طريق الحق التي توصل إلى الله. ترى هذا أعز مطلوب يا عبد الله، لا تجد تظن الأمر سهل. ليس كل أحد يوفق في تجارته وتكون التجارة على مراد الله مشروعة وكسبك حلال، لأن أكل المال الحرام والعياذ بالله. دعك من أنه يسبب أمراض، وأن عاقبته تذهب إلى الذرية، وأن الأهل لا يعيشون في حياة طيبة. دعك عن هذه، بل أنه والعياذ بالله لا يستجاب له دعوة، وإن طرحه كرب لا يجد من يعالجه، وإن استهوى فلان أو فلان لا يلبيه أحد. إضافة على ظلام الوجه، ظلمة الوجه ليس بالضرورة أن تكون سوادا، لكن تراه عند المؤمنين يرون فيه ذل المعصية ولا يقبلونه. ألم تسمع قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، يحوطه من خلفه ويحفظ عليه ضيعته. إيش معنى مرآة المؤمن؟ يعني المؤمن، المرآة أصلها إذا وضعتها أمامك كشفت عن ملامح وجهك، لأنك لا تستطيع أن ترى وجهك، فهذه تبين لك العيب وتبين مكان الحسن، كيف تعالج العيب وكيف. كذلك المؤمن يرى منك أمورا فيأتيك بنصائح: يا فلان ابتعد عن هذه، عملت كذا ما ينبغي، والآخر كذلك. ولذا قال: المؤمن مرآة المؤمن. أما غير المؤمن، من كان ليس بكامل إيمانه، إذا أراد التودد إليك ومن وراء المودة أغراض يحب أن يصيدها منك، تراه يبتسم يقول: أحسنت. ما تراهم كذا يشيرون بالإصبع أحيانا كذا، حتى في معصية، وإذا استطاع أن يخدع أخاه سواله كذا وأعمله كذا، أي أنت جيد. فيثنون على هذا الذي قام بأمر مخل أنك ذكي وفلان حاذق وتعرف كيف كذا. أما المؤمن مرآة المؤمن، يجفل منه إذا رآه على معصية. والناس لهم أغراض، وأغراضه تعم قلبه، تغمره بحب ما يقبله منه. ولذا أغلب الأتباع، أتباع المشايخ الذين يحبون العلو في الأرض، وأتباع الرؤساء الذين يحبون التعظيم، وسيما الذي يود أن الناس يتبعونه من أصحاب الأموال، تجد يعرف أن هذا على خطأ، لكن ما يبين له، بل يستحسنه ويمجده. وهذا الشيطان قد يأتي بنفسه، وقد يكون له أعوان. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم: ما من وال إلا وله بطانتان، إحداهما تأمره بالخير تنصحه، هذا فعل الملائكة والمؤمنين، وأخرى تخدعه وتغويه. الشيطان يفعل ذلك وله أعوانه. فليحذر المرء من يصادق ومن يخالد، واتخذ أخوانا أعوانا على الخير يساعدونك في مرامك. هذا الحديث يدل على أنك يا عبد الله احرص في صداقتك أن تذهب بها إلى من يؤمن بالله ويتقي الله. احذر أن تصاحب شقيا أو فاجرا، فإن العاقبة أي نهاية الأمر، وجزاء ما فعلته تسوءك، والعياذ بالله من المكروهات. اقرأ ما بعده: فمن وقي شرها فقد وقي، يعني شر البطانة، كما تقول: ذاك الرجل هو الرجل. إيش معنى ذاك الرجل هو الرجل؟ ما الذي قدمت لنا يا عبد الله من هذه الكلمة؟ الرجولة بمعنى القوة والسيادة والكرم والمروءة والعفة. فلان رجل، يعني فيه هذه الصفات الحميدة.
فإذا قلت ذاك الرجل هو الرجل، أي بمعنى هذا الذي اكتملت فيه هذه الصفات. أنا قلت هذه العبارة لأجل أن تعرف معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من وقي شرها فقد وقي، يعني شر البطانة. الشرور ليس بالضرورة أن تأتي من البطانة، قد تكون من هوى النفس، وقد يكون من غير ذلك من أعمالك السيئة، وقد يكون عقوبة على ما فعلت. لكن أراد أن يقول هذه الشرور إذا وقيت شر الصديق والناصح والذي تميل إليه، فإذا وقاك الله شر ذلك، ذاك هو الذي تنعم فمن وقي شرها فقد وقي، هذا الذي لك أن تصفه بأن الله وقاه، يعني هذه كناية على أن أعظم الشر شر البطانة. من وقي شرها فقد وقي، من وقي شر الصاحب والصديق والناصح فقد وقي الشر، لأن هذا شره عظيم. اقرأ ما بعده. وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، فالمعصوم من عصمه الله. هذا الحديث وإن كان شبيها بما مضى من الحديث السابق، لكن هذا أخص من الأول. الأول: ما من والي، هذا قال ما من نبي بعثه الله أو خليفة استخلفه الله، دل على أنها في الولاة الكبار. الوالي كالسوق، عرفت السوق؟ السوق يعرض فيه أنواع البضاعات والسلع مما يعني يوافق رغبة المستهلك الذي يطلب هذه، فيها أدوات اللهو والطرب، وفيها أدوات أخرى لا يليق شربها ولا تعاطيها، وفيها من اللباس ما لم ينبغي أن يلبسه مؤمن، وفيها من الأطعمة ما يلائم بعض الناس ويوافق بعض الناس، كلها تروج لها زبائن ويشترونها. يعرض أنواع السلاح، يأخذه القاتل المجرم، ويأخذه من يدافع عن نفسه، ويشتريه من يجاهد في سبيل الله. السلطان كالسوق، هكذا يقول أبو حازم، بمعنى لما شبهها بالسوق أراد أن يقول المجلس الذي هو فيه ينفق فيه حسب رغبة هذه البطانة. فإذا كانت البطانة بطانة سوء، والوالي يرغب في كلامهم إما لعدم إدراك أو يظنهم ناصحين، ستجد أكثر الجلساء من هذا النوع. وإذا كانت البطانة صالحة والوالي لا يرغب في قول الخنا ولا السوء ولا يقرب أهل الباطل، هؤلاء لا يجدون رواجا في هذا المكان، فأكثر من يرتاده المؤمنون. هنا يقول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وله بطانتان. والحديث الآخر: ما من امرئ إلا ووكل به قرينه من الجن والإنس. قال: وأنت يا رسول الله، يعني واحد شيطان واحد ملك، وأنت يا رسول الله، يعني لما قال ما من امرئ دخل فيه جميع من يطلق عليه مرء يعني إنسان، قال: وأنت كذلك يا رسول الله، اللهم صل عليه وسلم تسليما. هذا السؤال ما هو تحدي ولا هو سؤال تعنت، التحدي بمعنى أنت لست كذلك، والتعنت بمعنى إيجاد سؤال لإظهار نقص في هذا المتولي بنصيحة الناس. نحن نجد في المجالس من يبعث ورقة
فيها سؤال، هذا السؤال ما قصده أنه يسأل عن وجه الحق، لا ما قصد ذلك. لا نحمل الناس ما لا يحتملون، لكن تشعر من نبرات الصوت، من نبرات الكتابة، أن فيها صوت امرئ يريد أن يهيج الناس على فلان، أو يريد إظهار عورة فلان. وإلا كون إمام يدخل في بيته أو كذا يفعل ما تقال أمام الناس، لكن يذهب إليه ويقول. الشاهد قال: وأنت يا رسول الله، أي سؤال مباسطة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإظهار أن هذا العموم الذي قاله لا يخص أحدا دون أحد. قال: نعم، وأنا إلا أنني أعانني الله عليه فأسلم، يعني الشيطان الذي معه الله أعانه عليه فأسلم. لا تظن أنه أسلم دخل في دين الإسلام، لا، من حكم عليه الرب عز وجل بأنه شيطان ما يسلم. إذن ما معنى فأسلم؟ أي استسلم، فلم يقاومني، بل أنه يدلني على الخير. قد يكون لك صديق أو شريك أو عامل، أحد هذه الأنواع مضطر للعمل معك أو الشراكة معك أو صداقتك، ويعلم أنك تفوقه في الإدراك والقوة والسيطرة، ويعلم أن أي حركة دفينة خفية يدركها ويعلمها، يعلم الناس تتفاوت ذكاء وفطرة وما إلى ذلك. إذا علم منك ذلك أراد أن يغشك ويخدعك، يعلم أن هذه نهايته من الاستفادة منك فلا يفعل، فيدلك على الخير لأنك لك رغبة في ذلك، ويدلك على ما فيه مصلحة. وإلا لو أنت خلوت من هذه القدرات، الله أكبر، لأسرع في الفتك بك. فمعنى إلا أنني أعانني الله عليه فأسلم، أي استسلم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فله أسلموا، أي استسلموا لله عز وجل. وله أسلم من في السماوات والأرض، الجن والإنس والكفر كلهم أسلموا لله. إيش معنى أسلموا لله؟ أي استسلموا، فيبعث المرض على من شاء، وينعم من شاء، ويعذب من شاء، ويميت من شاء، كلهم أسلموا تحت قهره وملكوته. الشاهد أنه ليس أحد من الناس إلا وله ملك يدله على خير، وشيطان يدله على شر. هنا قال: ما من نبي ولا وال إلا وله بطانة، هذا أخص من الحديث الآخر. فإن كان يرغب الوالي في الجلساء والمستشارين حسب السوق ما الذي ينفق فيه، هذا تدركه يا عبد الله وتعلمه من السير والتواريخ وأحداث الأمم. ونسأل الله التوفيق والعافية. اقرأ ما بعده. وعن أبي هاشم قال: قال ابن محيريز: ابن من جلس على الوسائد وجب عليه النصيحة. أبو هاشم قال: قال ابن محيريز: من جلس على الوسائد وجبت عليه النصيحة. ما قال وجبت له النصيحة، قال وجبت عليه، يعني لازم هو ينصح. من جلس على الوسائد أي أنه نعم في الدنيا وظهرت كرامة الله عليه من التبجيل وتعظيم الناس، لأنه لا يجلس على الوسائد والأريكة إلا رجل منعم عظيم. وعادة الناس أنهم يعظمون الأغنياء وذا الشارة واللباس الجديد،
هذه هكذا جبلة الناس أكثرهم، ولذا من أراد أن يقاوم في نفسه داخلة نفسه أما تصرفاته لا يكون، إذا دخل إن لم يهرع ويقوم كما يقوم الضعاف ويجلونه لا يقل أن يبتسم في وجهه ابتسام التصنع يعني ما هي من القلب، لكن الشاهد حتى الابتسامة ما ينبغي للمؤمن، الفاجر المعلم بفجوره ما ينبغي أن تصانعه، لكن هذا لما لم يعلم عظمة الله عز وجل أنه المتصرف وحده في الكون، لا يذل من عاصاه، لا يذل يعني ما يكون ذليل، ما يكون من أطاعه، ولا يعز من عصاه، لأنه بيده العزة وبيده الذلة، من علم أنه وحده الذي يفعل ذلك لما يا عبد الله وأنت غير مطلوب منك أن تذل نفسك لأجل حطام الدنيا، ما ينبغي هذا يا عبد الله. ويقول من جلس على الوسائد، أي ظهرت نعمة الله عليه وفاق المجتمع، ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أن ينصح الناس ويبين لهم ويخالطهم ويقول كذا. اقرأ ما بعده. وخبرنا محمد ابن أبي عمر ابن أبي عمر قال سفيان قال هشام بن عبد الملك لأبي حازم يا أبا حازم من نجات من هذا الأمر؟ قال يسير. قال وما ذاك؟ قال لا تأخذن شيئا إلا من حله ولا تضعن شيئا إلا في حقه. قال ومن يطيق ذلك يا أبا حازم؟ قال من طلب الجنة وهرب من النار. أبو حازم أظنه سلم بن دينار أحد كبار التابعين، هو الشيخ سفيان ابن عيينة قرين مالك بن أنس، يقول قال للخليفة الأموي، ما الذي قال له؟ قال هشام يقول لأبي حازم يا أبا حازم من نجات من هذا الأمر؟ إذا طرح عليك السؤال إيش تفهم منه؟ شأن الناس في ذاك الحين كيف ينجو من مصائب الدنيا ومن عذاب الله يوم الآخرة؟ وقال من نجات منها في هذا الأمر، معناه لو أدركت ما الذي يكثر خوف المؤمنين في ذاك الزمن وما الذي يرجونه أكثر ما يرجونه أن يتخلصوا من شؤم الدنيا ويستريحوا فيها بطيب عيش ويرجون كرامة الله يوم القيامة. قال من نجات كيف نتخلص من هذا الأمر؟ اسمعوا الجواب يا عبد الله اقرأ. قال يسير. يسير يعني الأمر سهل. قال وما ذاك؟ الأمر سهل في نظر أبي حازم ومن كان في مرتبته، لسنا نحن كذلك، ولذا لا ينبغي. الأصل فيه تعظيم أمر الله. عندي سؤال بسيط ما أدري إيش البسيط في ذهلي، يقول ما حكم أن يعتمر من كذا؟ ما حكم لو صلى؟ يا عبد الله جهلك بهذه المسألة ما هو بسيطة يا عبد الله، ولا تقول والله مسألة بسيطة، يعني أنا ما أكلف عليك، لكن الأمر سهل. لا ليس بسهل. اسمع ما يقول هنا. قال الأمر يسير. استغرب هذا الخليفة كيف يكون هذا الأمر يسير. قال ما ذاك؟ كيف تقول إنه يسير الأمر صعب؟ قال لا تأخذن شيئا إلا من حله ولا تضعن شيئا إلا في حله. ترى هذا الجواب يعني الله عز وجل إذا ألهم المرأة المتعلم فقها في دينه ألهمه وجه الصواب، ولذلك لو قرأت لو علمت قصة إبراهيم لما رأى كوكب قال هذا ربي، ثم بعد قال لا أحب هذا الآفل، ورأى القمر قال لا أحب هذا الآفل، ورأى الشمس قال هذا أكبر وعبده، ثم الشمس أفلت قال الآن أدركت الحق،
فلما حاجه قومه فغلبهم بالحجة الله عز وجل أثنى عليه وأثنى على العلم. وكذا يوسف عليه السلام لما أخذ أخاه قال نادى في الركب أيتها العير إنكم لسارقون، قالوا هذا الركب، أقبلوا عليهم يعني رجعوا بعد ما سمعوا النداء، ارجعوا أيها الركب أنتم سراق، قالوا ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه يوسف عليه السلام بعد ما اتفق هو وأخوه على أنه يفعل كذا، قالوا لا تنزعج، وضع السقايا وهو نوع من مكيال في بضاعة في رحل يعني في ناقة في جمل في المكان الذي يحمل الطعام في رحل هذا الأخ، وقال للركب ابحثوا عنهم. ولأجل أن يبعدوا الشبهة بدأوا بأوعيتهم كل واحد يطلع سليم، إلى أن جاء الأخ فوجد الوعاء عنده فقبضه، قال هذا، ثم سألهم لأنه نبي معصوم ودين الملك، وما كان ملك كان وزير، ودين الملك أن من وجد الوعاء عنده يسجن أو يغرم أو ما إلى ذلك، ما كان لكن ما كان في دينه أي في طبيعة ملكه وقانونه أنه يأخذ هذا السارق عبدا. قالوا فما جزاؤه؟ نطقوا بشيء وافق ما أراده يوسف، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين، أخذ الوعاء. الله عز وجل أثنى على هذا التصرف وجعله نعمة منه. كذا هذا لما قال يسير خذ ما أحل الله وضعه في مكانه وابتعد عما حرم الله ولا تأخذه، هذا يقال مو لكل أحد، إذا جاءك واحد فقير ما تقول له الكلام هذا، ولا يحتاج إلى هذا الجواب، يحتاج إلى جواب آخر. وإذا جاءك كاتب أو رجل يكتب الوثائق أو قاضي ما تقول له هذا الكلام، تأتي بكلام آخر يناسب مقامه. عرفت الآن؟ لما قال أن الحاكم في الغالب يحتاج إلى أموال، وفي الغالب يحتاج إلى مساندة، وفي الغالب يحتاج إلى أمة عظيمة من هذه الأمة، كل شعب كل أمة لا بد فيها مخلص ودخيل ومشاغب وانتهازي ومنافق وآخر لا يحمل إلا ضغين على المؤمنين، كيف تجد؟ فهو يحاول قدر الإمكان يجمع قلوب الناس إليه، فيضطر أحياناً بل في الغالب وفي الأكثر يعطي هذا مال وهذا مال وهذا مال لأجل كسب المودة، فيأخذ المال من غير حله فيضعه في غير حله. لما قال لهذا الحاكم إيش قال له؟ قال خذ المال في حله وضعه في حله، وما كان محرم لا تقربه. وقال الأمر يسير، قال من نجاة من هذا الأمر؟ قال يسير جدا. فأتاه بهذه النصيحة، لا تكن يا عبد الله فقد منك الفطنة والذكاء، ثم جاءك من يسألك من أحد الجزارين أو السباكين أو صاحب صنعة تقول له لا تأخذ هذا من حله وضعه من حله، ما ينفع الجواب. انظر إلى حال المسؤول وما الذي يليق به من الجواب، اعطه ذاك الجواب إن لم يكن نصا في كتاب الله
ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اقرأ ما بعده. وبهذا الإسناد نعم لا كمل. قال: لا تأخذن شيئا إلا من حله، ولا تضعن شيئا إلا في حقه. قال: ومن يطيق ذلك يا أبا حازم؟ قال: من طلب الجنة وهرب من النار. قال: من يطيق ذلك؟ يعني كلنا فينا خطأ، هذا أمر لا نستطيعه. فقال: من يطيق؟ سؤال. قال: هل تظن يا أبا حازم أحد يستطيع فعل ذلك؟ قال: نعم، من هرب من النار وسعى إلى الجنة يفعل ذلك. شوف الجواب كيف تتوقع منه، أليس هذا إلهاماً وتوفيقاً؟ نسأل الله التوفيق والعافية، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل يقول: بما يوصيني فأنا ذاهب للدعوة إلى أفريقيا. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. إيش مناسبة هذه الآية لهذا السؤال؟ السؤال قال ذاهب إلى أفريقيا، إن كان هو من أحد تلك البلدة، إن كان هو من أحد إلى تلك البلدة فيكون السؤال: إني راجع إلى أهلي في أفريقيا، ما الذي أعمل؟ ويكون الجواب يقول: إذا ذهبت ادعو الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بعد أن تقرأ وتفهم اجمعهم على هذه وابتعد عن هذه الشبهات والبدع، فإن من فعل ذلك هو مجاهد في سبيل الله. وإن كان رجل من هذه الجماعات الذين يذهبون إلى هنا وهنا وهنا لأجل تبليغ الدعوة، هم أخطأوا هذا الطريق. الدعوة يا عبد الله بين يديك، إلا إذا طلب منك فذهبت، أما لم يطلب منك فهناك من يحتاج إلى هذه الدعوة بعد أن تفعلها. والله عز وجل أمر نبيه حين يجاهد: جاهد الذين حولك أولا، ثم انتقل إلى من بعده. والدعوة نوع من جهاد. نعم. هل النوافل المكملة للفرائض يوم القيامة مختصة بنافلة الصلاة فقط؟ لا، كأنها عامة. أراد أن يسأل عن ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب المرء به الصلاة، فإن وجد أنه أداها انتقل إلى غيرها من فرائض الله وما طلبه من المكلف، وإن كانت ناقصة قال: انظروا هل له من نوافل، أي هل له من صلوات أخرى تطوع، فتؤخذ هذه الصلوات تجبر بها ما نقص منه من فرائض. هو يسأل هل هذا خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أو أنها عامة؟ الله أعلم أنها عامة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. نود الإيضاح. هذا أجبناه بالأمس، هذا مكرر. نعم. هذا وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليماً.